الصور بتروح وبترجع بتطل. عم شوف حالي ملزق بالأرض وشم ريحة التراب ورا البيت اللي انسلخت عنه وارتميت بهالمدينة. خمسطعش تشرين الثاني سنة 74 كنا عايشين بالضيعة. كان عمري 12 سنة وعم بحلم كيف بدي أكبر وصير فنان. بعد تالت يوم من القصف الإسرائيلي على ضيعتنا تركنا الجنوب وجينا على بيروت. بيروت بهرتني وبذات الوقت صدمتني. كانت مديني مضيافة بس بلا قلب. مع الأيام بلشت اكتشف انه في شيء كان عم يغلي فيها. وين بدي احط اغراضي؟ لسا وقت اغراضك، فكر كيف بدك تلاقي شغل. شغل؟ والمدرسة؟ المدرسة للولاد. من اسا وبتطالع لازم تعرف انك صرت رجال. طول بالك عصبي يا زلمة، يقبرني بعد والد يلعن بي المصاري وساعتي. أنا بشتغل لك محله. بالله شو؟ يعني أنا بصير المرة بالبيت مش هيك؟ توقف على الجول أحسن شيء.
طلعوا في منيح. انا اقوى واسرع واحد بالبلد. شو مقضاها شارق بنزين؟ طيب انا مستعد اتحدى اي واحد منكم يسبقني، خصوصا انت يا فلعوص. لكن قربوا، تعوا وقفوا هون. يلي بيوصل لهونيك على العمود بالاول هو اللي بيربح، فهمتوا؟ كل واحد منكم بيحط نص ليره، بردلو اياها ليره اذا سبقني. ليره، اربع ليرات، هذا كل شيء. طيب هاي 8 ليرات، الدبل عن اللي معكم. خلينا نحطهم هون. يلا حضروا حالكم. تيتي هون، هون بيته، وانت لك التلاتة. طول بالك. شو عم تعمل؟ اخبط؟ بدك ترجع مصرياتك ولا لا؟ خلفاني. شو بديت له؟ لا لا ولا يهمك، جبت لك واحد غيره. بيعك بسعر رخيص اذا بدك. ليه؟ وليه واقف عندك لشو؟ واقف عندك لشو؟ اعرف هالشيء كتاب. رجع الدولة هون وليه؟ عامل لك رجعه. والله شو بتعمل يعني؟ وليه بقيت لك وليه؟ وليه بكسرك؟ تعال هون. ليش ما بتسابق لتاخذ الضو؟ ايه صحيح، ما انت اسرع واحد بالبلد. قديش كانوا؟ 4 ليرات؟ ما تبعوا لك 12، تعملوا 10. 10 بيمشي الحال. ليه؟ وليه؟ يا كريت ما رح انسالكم اياها ابدا. ونحن كمان. طيب حطها على الارض. رجاح بتطير، حط حشره عليها. يلا رجع، رجع بعد، بعد. لك انت عم تروح على المدرسة؟ ايه بزهق، ما بروح، قليل كتير. اهلك قابلين؟ انا بيي كمان شطب على المدرسة، ما عادت فرقة معه. والله بشرفكم. اينو اشطار؟ تعرف تقرا ولا تعرف تجيب مصاري؟ يلا بعدين. ياسمين شو عم تعملي؟ مش عيب عليكي؟ مشي معي على البيت. لشو عامل بحالك ولا بأي مشروع غاطس؟ ليك والله العظيم
إذا تاني مرة بتجيني بهالمنظر أنت بدك تغسل تيبك، فهمت؟ مش عايب عليك؟ أنت بتنط مع الزعرانة أنا بفتش لك على شغل؟ لكن بدك تصير زلمي أنت؟ يلا من بكرة بتشرف معي لعند أبو سمير. أبو سمير؟ إذا بتريد خليك بعيد عنه. لا، الزلمة من ضيعتني ويمكن يساعدني. بده يدخلك بالسياسة، هذا اللي بده يعمله. فيك تقولي لي حاضر جنابك مين بده يساعدني؟ كيفك يا ابو سمير؟ يا اهلا يا ابو رامي. يا اهلا يا اهلا. كيفك يا عمو؟ ايه أين تفصلت من الضيعة؟ ما تقلي رامي. ها اسم الله يا عمو، آخر مرة شفتك كنت قد الزعبوط. إن شاء الله قاعدين كم يوم؟ بقيين هون ومش راجعين. قصدينك إذا فيك تساعدنا نلاقي شافي. وصلت على المحل الغلط يا أبو رامي، صدقني عم نعرق دم بهالشغلة. شو بك يا طارق؟ بشو ملتهي؟ شي ريس واع شو معنى؟ تعصوف؟ يلا شباب تحركوا بسرعة. شو هيدا يا فهد؟ كيف؟ شو هيدا؟ اللي عم تسألني؟ أنا شو بعرفني؟ اسأل المعلم. سمع مني يا أبو رامي، بيروت مش إلك يا صاحبي، خاصة بهالأيام. نصيحة لوجه الله، خد عائلتك ورجع على الضيعة. لا لا خلص، أنا قررت أبقى هون. شو مش عم تعرف شو عم بيصير بالجنوب؟ طيب رح حاول، بس مثل ما بتعرف الشغلة مش سهلة. ها الله يكون معك يوفقك يا رب. سامع يا بيي، امك معتمدي عليك، تخيب ليش املي؟ يلا يا ابني شالك شوي، ما شايف زبونات ناطرين برا. يعطيك العافية حاج. أهلا، شو بتريد؟ يمكن تكون بحاجة لحدا تاني يساعدك، أنا بالحشايش كرجة مي. بيكفيني واحد يطلع لي خلي كل النهار، روح يا ابني تسهل. روحوا خبروا شو صار فيكم، كل واحد بده يرفع راسه بدنا ندعسه. يلا تعسوا يلا. هيداك النهار كانوا الطلاب عم يدعوا للتظاهر ضد القصف الإسرائيلي. من يومتها بلشت تشوف كيف الحرب بجنوب لحقتنا على بيروت. مرحبا يا حلو. اهلا. بتعرف من وين بيروح على البحر؟ لا. زهقان شوي عم كذب. تروح معي؟ لوين؟ لشو؟ تروح على المدرسة؟ لا، عم دور على شغل.
طيب لك 10 ليرات. على شو؟ شو بدي اعمل؟ ما في شيء متعب، انت طلع وبعدين بتشوف. شغلي هين بدي ارجع على البيت. ولا امي، ما انا بنشكي لله لشغلتنا بيننا. وين كانت رامي؟ رامي هيئتك بتفزع، شو صاير لك يا ابني؟ جاوب امك، شو صاير لك؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ بعلمي رحت تفتش على شغل. ضغط هيدا كل شيء. كيف؟ ولد بعمرك بيضيع؟ ما عندكش لسان بتعرفش تسأل؟ لقيت لك شغل عند بوسامير وانت ضايع بشوارع بيروت مثل الاهبل. يا عمي كيف يعني؟ لا يا ابو رب، لا يا ابو رب، لا يا شباب بعرفكن على رامي يلي راح يساعدني عليكن. رامي تعال. رامي تعال. يلا ياسمين بعرف انك تحت، تطلعي على البيت هلا. كيفك انت؟ انا لما كنت بعمري كنت ضل ساعد امي بالبيت. لما كنت بعمرك كان عندك بيت على قليله. ما تبلش انت. شو ممنوع واحد يحكي الحقيقه؟ انت بتعرف شو بقصد. هذا البلد بلشت تنخره الفوضى، رح يصير كل مين ايده له. ما انت قلتها لازم نعمل شيء. وحضره جنابك عندك الحل، ما هيك؟ في مين عندهم الحل؟ طرد الغربة من البلد لانهم اصل البلد، والبقيه ساعتها بيتضبضبوا. يومية اضربات ومطاليب، بدنا نخلص بقى. نحن مبسوطين هون، من شو بدنا نخلص؟ انت اذا رح تضلي لاحق هالشتلة اللي اسمه رامي رح تصيري مثله ومثل جماعته. اعطيني اياها، هيدي الي. خديها. اعطيني اياها. جي ولحنا دين بلا تيسنة. وبطل هاللهجة مع اختك ومعنا. اعطيها اياها يلا. ولك اعطيها اياها خلصني. شو لئيم؟ بطلتي صغيرة. حلك تعرفي مع مين ماشي. شاش ودي. عشت أجمل لحظات بحياتي لما كنت أشتغل بالقهوة. مع الوقت صرت أفهم كيف كانت سلوى والناس اللي بيجوا على القهوة عم يختصروا بيروت. بس في لحظة ما بنساها، لما شفت الضبع فايت على القهوة فكرته جاي لي لأني شفته مع جامعته عم يضرب الطلاب، وشفت السلاح اللي عم يهربوا على المينا. لما فات التحري قلت لحالي شو جاي يعمل هون.
خلص بقى والله خلصوا لك يا عمي بكفي بقى. نحنا شو نحنا رجال ولا برغش؟ في رجال واحد بس رامي. انت صادق نحنا برغش؟ انا بحترمه للضبع، على القليل قادر يزربكم مثل البسينات ويزلكم، وما حدا فيكم مسترجي يفتح تمه. شو بعدك عم تشتغل؟ ما عم شوفك كتير بهالايام. ابو سمير دبرك شغل بالقهوه؟ ايه نعم. فيها شي؟ ابدا، رجال طيب بزبط اصحابه، بركي بيقدر يزبطنا. ما انت ما بدك تشتغل؟ حسب شي الشغله، بعدين نحن لبعضنا. ولو تذكر مين رد لك المصريات من الونش. رامي رامي، في شباب عم قوصوا بالشارع، ما سمعت؟ لا ما سمعت شيء. شو أطرش؟ وصف كل المنطقة على حزخة تنصبت. وين أنا؟ بالشارع الثاني، كانوا بالسيارة أربعة. ما عرفتم مين إني؟ صعبة، بس كان معهم أمسك السينات. أنا متأكد إنه هودي مش لبنانية، البلد مليانة جواسيس عم يحاولوا يولعوها. لا يا ديب لا، هودي مش جواسيس، هودي سواح. أهلين. أنا بقول القصة معقدة أكتر من هيك يا شباب، الطوايف ما بقى تتحمل بعض. شي بيقتل اللي بسمع إنه مشكلتنا كلها طائفية، صاروا معروفين اللي عم يعملوها طائفية. هلا يمكن ما نتفق على كل شي، بس على القليل قاعدين هينا على نفس الطاولة مع بعضنا يعني. بعدين ليش هلا الطوايف من بعضها؟ أنت شو اسمك يا عمو؟ صوبك وليد. اسم الله عليك. صاحبك يا رامي؟ هيئتك فتح. اسمعوا، مقوصين على مظاهرة وفي أثر إطلاق النار جرحى كمان على مظاهرة لصيادي الأسماك، وقد سقط حوالي 20 شخصا بين قتيل وجريح، وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز. بلشت من البحر هالمرة. يا عمي شو هالحالة؟ قطعي. انفجارات وقطع كهربي، لتالت مرة بتنقطع هالجمعة. كل شهر أضرب من التاني. خدي ياسمين يا بيي، طلعي جيبي شمع. على مهلك، يمكن يكون في شوية كذب الأنبياء. انتبهي على الدرج. يا مشحر. لوين رايح بهالعتم؟ منك سامع الضرب؟ تارك الحالة هون ما بقى تنطاق. إذا ما معك خبر بيروت رح تصير اثنين، بدي فل قبل ما تدبك على الآخر. هذا وشهد خلال النهار بعض المسلحين. قولي لأمك وبيك الحالة. وين رح تكون؟ صاحبي بالميليشيا. وقلت له؟ قلت له لبيك؟ بعد شهر على ترك نديم خيال ياسمين بيت أهله، صارت تنقسم بيروت، وأنا بديك اليوم كنت رايح على الشغل. دليلك هالروحة اليوم يا رامي، اسمع مني الحالة بشعة كتير. لازم روح، ما في يترك الست سال ولا حال. انتبه يا رامي. شو هالعيطة هيدي؟ بعدي هيك لشو؟ يكون بعلمكن انه أنا رئيس هون من مجموعة أبو سمير، من يوم ورايح ما بطلب مي الا بالدور بدون مسبات وزعيق. يا وليد شو عم تعمل هلا؟ اقول لك شو؟ عم فتش عم متطوعين، رجال ما بتهاب الموت. فكرت برامي. من البضاعه رح شب لك شغله تنفعك، روح اللي فيني مكفيني. وينك؟ رح اجي يوم ينضم لنا رامي، بكره بتشوف.
بدي روح، انا مش رايحه. ما بقى فينا نضل هون يا بنتي، منك شايفه خيي شو عامل. يلا حبيبتي بيكفينا مشيكي. رايحين على الشرقية؟ ورامي يا وليد. هيك احسن لكم يا ياسمين. في واحد من عنا شايف خيك نديم على قوس اخطوتك تنس من الميل التاني، فقعدتكم هون معادت كتير مأمونه، ورامي بيعرف هالشي. رح نكون عند بيت عمي بهاليومين لنلاقي محل. عنده تليفون، هيدي نمرته. قول لرامي تلفن لي من السنترال ضروري. دخيلك يا وليد، لازم يعرف وين انا. احنا مش مطولين. تكرا معينك انت غالية. ياسمين واهلها تركوا. شو؟ راحوا على الشرقية عم يفتشوا على بيت. نبيل كان كل شي بحياتي، ما لحقت لقيته اختفى مثل البرق. ما بقى لي شي هون يا رامي، انا مسافرة. مرقت سنين عشت فيها بشاعة الحرب، الحصار والمذابح. ب82 نقلت كتير جرحى على المستشفيات وخلصتهم من الموت. كانت حياتي مليانة بالمخاطر. في ليالي لما كنت ابقى لوحدي كنت حس كأن ياسمين بعد ساكنة فيي. ما فيك تكمل من هون، رجع. مين ملك الطابونات؟ يا هلا بالونش، كيفك يابا؟ رامي؟ كيفك؟ كيف عرفتك؟ شو مش رح تخلصي من شغلة النسوان وتقاتل مثل الرجال؟ فيك تسكر تمك وتسيح هالطابونات من هون؟ شو وليد؟ بعدك غاطس؟ عشو مسكرين الطريق؟ في معركة هون بالشارع بين فصلين، سكرنا الطريق. بسيطة، ليه طريق تاني؟ شو بقى؟ جايتها شظية بركبتها مش فترة. كيف الأهل؟ عايشين. خلينا نشوفك شي يوم. الله يوفقكم ويخليكم ويسلمكم. ساعدوني ساعدوني بترجيكم، في أزمة فاتت على البيت وبل فشلت، ولاد الصغار بعدوا جوا ما قدرت أوصلهم، ساعدوني. ما بعرف، معي أوامر ضل بالموقع هون. ما تطلعوا فيي، شو بفهمني بالخسايف أنا؟ يا بلا إحساس في ولاد. وبركي فجرت فينا وفي هون. فكر إذا فجر لك دماغك إذا ما مشيت. يلا قدامي. وصل المرأة على الطوالي وارجع بسرعة. رئيس الله خليك، وليد الله خليك.
بابا. طيب انت بتضلك هون. لا دقيقة طلعني معك. لا امشي دخيل مجرك. بلاها رئيس بلاها. يا عمي يا عمي هادي بدها ناس اختصاصية، في واحد قريب من هون بعرفه، اتركوني روح جيبه. تعال 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 تعال. بلاها. عم تعملوا هون؟ هي ضيعنا بالطريق. يلا يلا تمشى خير ان شاء الله. ليش شو عامله؟ يلا بهديك اللحظه وبعد 12 سنه ما صدقت اني كنت عم واجه الطبع.
كنا رايحين على الفرن تنجيب خبز، بكرنا قبل ما تعجو. بدك تنتبه هونيك في قناص. بعرف ما نسيتنا بعيد، ممنونتك. المرة الجاية خلي جوزك يجيب خبز. جوزي مش موجود. أنا وريم نشكرك كثير على اهتمامك فينا. ريم قولي شكرا لعمو. شكرا عمو. تسلمي عمو. ماما خديني على تختي. يلا حبيبي. ماما خليكي. لا يا حبيبي حقدر لك الضوء مضوى. نيم؟ يلا نيم هلا. يلا خليك بعد شوي. جوزك مسافر؟ جوزي انخطف. اجوا مسلحين اثنين طلبوا رحمن، قالوا لي 5 دقايق وبيرجع، وبعده بيرجع. كان هو استاذ مدرسة، صار له 2 سنين مختفي. انا كمان بي انخطف، كنت معه ومن 2 سنين لهلا ما عندك اي علم عنه؟ أنا وكتار غيري من النسوان اللي حالتهم مثل حالتي ما خلينا حدا من مسؤولين من ناس بالميليشيات إلا وسألناهم، ما حدا قدر فينا بشي. هيك اختفى بكل بساطة. بس أنا رح ضلني فتش تعرف الحقيقة. شوف جوا باقي الليلة بصورة. بتعرف الضبع؟ بتعرف إذا في عنده مخطوفين؟ وين موجودين؟ قول أهل المناطق. احكي وباعد المجتمع. وبيت حلو كمان. مين بيعرف؟ يمكن
يمكن بيسوى اكثر ما بنتصور. حقيقة نحن في الولاية شو موقفنا الوبائي طلعت منه شيء جديد الصيني ولا شيء وايضا كانت هناك كثير من الاسئله متعلقه اذا بيعرف شيء راح يحكي ما زالت يعني محتاجه شيء من الدراسه ومن سحبتوه من عائلته الدروس العلميه وعلى راسه مساله ليه تعملوا فيه مثل ما عمير طالب فيه ما بيكفي قتل وضع قديش عمرك؟ بالخمسين بيي بالثمانية وخمسين بس انت مش مبين عليك بيي كان مبين عليه تعب كتير ولا شغل ولا بيت وأماله كلها فضت هلا صرنا مثل بعضنا شفت النسوان تحت؟ ما قادر أعمل لهم شيء. أنت بتعرف يا رامي بالأول كان في شوية تبادل بس هلأ انتهت. معظم المخطوفين والأسرى من الميلتين اتصفوا. ما في حل تاني؟ يعني أي تردد بيكون ضعف. نعم يا ست مري نتمنى تكون قريت البيان نحن كل اللي عم نطالب فيه انه نعرف مصير اهلنا بعضهم طيبين ولا ميتين معكن حق بس نحن ما قادرين نعملكن شيء اذا انتم مش قادرين تعملوا شيء مين رح يكون قادر وبعدين ليش ما بتحقق مع المسؤولين عن الخطف شوفي يا ست نحن كتير منشعر معكن ومثل ما انك شايفه الحرب صارت على نهايتها وإصراركم على هالمطالب رح يرجع يشعلها من جديد ويفتح جروحات كتيرة يعني الشغل كتير حساسي حتى لو كان الخاطف معروف ما زال الخاطف معروف وانت عم تعترف ليش ما بتحقق معه
وبعدين انت بتعرف انه يلي بيسكت عن الجريمه بيكون شريك فيها. هلا نحن كل اللي عم نعمله انه نسكر ابواب الحرب، مش نفتحها مثل ما حضرتك بدك يا ست. بعرف انك انت ست محترمه وعقلك كبير. دكتور يا النسوان خليهم يرجعوا على بيوتهم يربوا اولادهم وينسوا اللي صار. شو في؟ لوين جايبني؟ لشوف إذا بتعجبك الشقة. ما تكون عم تعرض علي نعيش سوا. كيف لقيتها؟ بالصدفة. صدفة؟ ليش ما بتقول إنه عم يشتريك أبو سمير؟ كيف؟ صاحبها مات وما في حدا وراه، في شي غلط؟ إذا الشقة كانت لبيك، إجا حدا جاب عفش وقعد فيها، شو بيكون موقفك؟ قلت لك الزلمة مات. أنت أكيد إنه مات؟ خطفوا. يعني مات؟ لا مش يعني مات. يمكن يكون بعده عايش ورح يرجع مثل بيك مثل جوزي. كلهم ماتوا يا سهام. معقول يقتلوا 17,000 واحد وما يبين حدا منهم؟ أنت مش مستعد تواجه. عم بتصير مثلك مثل غيرك. بلا جبن يا رامي. خلصنا بقى، خلصنا. أنا عم فتش عن المفقودين والمخطوفين وأنت عم تدفنهم تحت البيوتون. أنت بتعتقد من خلالك إنه جوزك وبي بعدهم طيبين؟ إذا ما بتعرف عليك ليش هالموضوع بيقضي كل طيب. أنا ماني غبية. يمكن يكونوا ماتوا كلهم. بس بدي صدق العكس. الحقيقة هيدا كل شي بدي اياه. شو اذا بتريد يا خي زلمه خش شواري بس اعلقهم اتركوا يلعبوا. يا يا زلمه بيهرب من بيناتكم. من هون أأمن. بهاي الورشة طالع بنية من 20 طابق، وهذه البنية القديمة نزلوها لأنه مرق أوتوستراد من هون. امشي
ترجمة